السلام عليكم شباب، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هعلمكم حاجة جديدة. من وجهة نظري إنها لو بقت عندنا في التيم، هتفتح على التيم باب جديد خالص. هتساعد الناس إن هم يتطوروا جامد. أنا من وجهة نظري شايف إنها زي كنز كده. إحنا مثلا ممكن يبقى عندنا في التيم إيه هو الموضوع؟ الموضوع بكل بساطة إن أنت لو تبقى عايز تجيب معلومة بتعمل ايه؟ بتفتح مثلا جوجل، تقوم مدور على تكتب مثلا اي حاجة، مثلا RV بوينتي مثلا او تاخد نفس الحاجة مثلا تدور عليها على يوتيوب، سواء في الميكانيكا او في الكهرباء، بتدور على اليوتيوب. ده مصدرك في المعلومة، ده الطبيعي اللي احنا متعودين عليه من لما دخلت التيم. طيب دلوقتي الكلام دوت كلام واحد عادي، يعني واحد ايه بيجرب منزل مثلا الموضوع ده. ده مش لازم يكون كلام موثوق، ممكن يكون واحد بيهبد بس هو ايه حب يشارك الهبد بتاعه فنزله. طب انا مش عاجبني الكلام ده، انا بقى ايه، عايزين نشتغل شغل موثوق، عايزين نشتغل شغل الحاجة اللي انا بجيبها انا واثق من المعلومة 100%. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ والله بحاجة اسمها ريسيرش بيبر. ايه هي ريسيرش بيبر ديت ورقة مش كاتبها واحد عادي، ده كاتبها واحد عالم قاعد بيدرس الكلام ده، كل شغلته ان هو بيدرس الكلام ده، مش واحد بيعملها هواية مثلا ولا كده. تمام. طب ازاي الكلام ده؟ والله بص، في موقع اسمه ساينس دايركت، هتكتب على جوجل ساينس دايركت هيطلع لك. تعالى مثلا نكتب ايه، تعالى نكتب يا سيدي، اكتب بس الاول في صفحة مش مسجل فيها بإيميل. اهو انا مش عامل ساين ان، انا دخلت عادي مثلا عايز ادور على ROV. طب دلوقتي انا دخلت لقيت ايه، لقيت 10900 مقالة عن ROV. المقالات دي مش انا اللي كاتبها، مثلا انا وابن خالتي يعني. المقالات دي كاتبها ناس علماء، مش كاتبها واحد بيهبد ولا كده. فهو بيقول لي والله ان انت عندك عايز ايه، اخر حاجه كومباريزون مش عارف ما بين انواع من الار او في، ار او في معينه، نوفل فيش سامبلينج سيستم في الار او في. يعني ار او في بتجمع اسماك، يعني انت عايز تحجز بيها سمك معين. هتلاقي بص 10000 مقاله عن المهام بتاعه الار او في، عن الحاجات اللي الناس عايزه تعملها ومش عارف ايه، واللي كاتبها مش اي كلام، ده كاتبها واحد عالم. ده حتى بص يعني بص في مقالات لسه هتنزل السنة الجاية. يعني دي دار نشر لها موقع، فهي بتقول إن أنا والله هنزله السنة الجاية الكلام ده. والكلام ده كله موقع، يعني موقع عالي جدا. وأنت مش بس في الـ ROV، أنت في مشاريع التخرج وكده بتحتاج الكلام ده. لما بيجي يقول لك اعمل ريسيرش، فهو ده ريسيرش. ريسيرش من أنت مش تخش على جوجل مثلا وتكتب حاجة وتكتب له في الآخر اسم الموقع، ده كده مش ريسيرش. ده كده يعني إيه، لو عدها الدكتور يبقى ده يعني بس إيه، يعني اللي هو إيه بيمشيك كده خلاص. بس ده غلط، الكلام ده مينفعش. الكلام ده المفروض لما بجيب ريسيرش بخش اجيب من الريسيرش بيبرز دول. ليه؟ لان كل واحد من دول بيكتب الكلام ده بناء على كلام علمي، وبيكتب حتى المصادر بتاعته اللي كتب بيها المقالة دي. قبل بس ما اخش ايه، عايز اوريكم حاجة. ايه مكتوب ريسيرش ارتكل او ريسيرش ارتكل، وفي يا سيدي ايه تاني، لان كده انا عايز كله يبقى مفتوح. بص، ريسيرش ارتكل وريسيرش ريفيو ارتكل وريسيرش ارتكل وبوك تشابتر. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ان انا لو عايز، لو لسه داخل في موضوع جديد، مشروع تخرج مش عارف عنه حاجه وعايز ادرسه، فببدا بريفيو ارتكل. طب ليه الريفيو ارتكل ده؟ بيكون كاتب لي عن مواضيع كتير جدا. تمام، مديني ملخص في كل حاجه فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا بص، لو هنا مثلا ROV، هتلاقي كاتب لي عن السيلينج بتاع الار او في، والانتس بتاع الار او في، والكهرباء بتاعت الار او في. كاتب لي كل حاجه، كاتب لي عن كل حاجه منهم سطرين ثلاثه، وجنبها لينك او اسم مقاله. المقاله دي بقى متخصصه في الموضوع ده، يعني ببقى قدامي صفحات كتيره كل سطرين ثلاثه بيتكلموا عن موضوع معين، وجنبهم اسم مقاله بيتكلم عنه بالتفصيل. تمام، هنشوف دلوقتي. طيب طب الريسيرش ارتكل ده بقى، لو انا خلاص فهمت، انا بقى بدور على حاجه معينه. يعني انا مثلا بدور على الانسز، مثلا عايز اعمل انسز، عايز اعمل سيموليشن الار او في بتاعتي، فاقوم بختار ريسيرش ارتكل. ليه؟ اللي انت حاجه بالتفصيل.
فالبوك شابتر بيجيب كتاب وده اسم الشابتر فيه اللي بيجيبوه لي. يعني بص مثلا، يعني بص ده كتاب فيه اسمه RV Intervention and Interface، ده اسم الشابتر فيه. لما اجي احمل بقى بيحمل لي الشابتر ده بس، يبقى انا كاني بقرا من كتاب. طيب دي كده كل حاجه انا عايزكم تعرفوها هنا. طبعا نفتح الكلام ده ازاي؟ لما اجي افتح بص بيقول لي اكسس رو يور انستيتيوشن. المقاله دي اصلا عشان اشتريها بتبقى اسعارها فلكيه. يعني بص انا عايز اكسس، بص 40 دولار المقاله دي سعرها 40 دولار، حوالي 700 جنيه. 700 جنيه دي بس. طب انا بقى الجامعه متوفر لنا ميزه حلوه قوي، ان انا عايز اخش لو كتبت الايميل الجامعي هنا. لو كتبت الايميل الجامعي هنا بيبقى ليا اكسس المقاله دي مجانا. انا اصلا كتبته قبل كده، فانا ايه هعمل ساين ان عادي. ساين ان يا عم، يا عم ساين ان، ساين ان، ساين ان، ساين ان. بس مش عارف ايه. تمام، بيقول لي عايز تحمله. والله انا ممكن احمله. يبقى انا كده البتاع اللي كانت ب 40 دولار والناس في كل حتة بتجيبها ب 40 دولار، جامعة اسكندرية موفرة لنا ان احنا ممكن نجيبها بالمجان. والله شوف، والله ده عمل ايه، ده بيعمل ايه هنا؟ ده عامل بوكس ورا اهو بيجمع فيه الاسماك. يبقى انا ممكن لو عندي ميشن ان انا اجمع حاجات مثلا في المياه، انا لو دخلت دورت بلاقي كلام اهو. تمام، وفي الاخر بيقول لي الريفرنس بتوعه. بس في الاخر لازم تلاقي ريفرنس. خلاص جايب 300 وحاجة ريفرنس. يعني الراجل ده كاتب كلامه بناء على إنه ورا أكتر من 300 مقالة أو كتاب في الموضوع دوت. فأنتوا عايزين إيه تاني؟ بص تعالى نشوف غيره كده. تعالى يا سيدي مثلا، تعالى ده شابتر مثلا. عايز احمله، احمله عادي. عايز اقراه، بص انا ممكن اقراه من هنا. يعني بص هو ممكن هو لوحده دلوقتي هيفتح. انا بص الريفرنس ده والله كاتب على 20 ريفرنس، الكلام دوت مكتوب على 20 ريفرنس. يبقى الكلام ده مش هبدا، انا اتحولت من واحد بجيب معلومه انا مش واثق فيها 100%، انا بس بدور عليها معلومه. لان انا اي حد هيسالني، عارفين لو في المسابقه مثلا واحد سالني قال لي الكلام دوت انت جايبه منين، هقول له والله من الريفرنس الفلاني، او انا دخلت دورت في ريسيرش بيبرز ولقيت الكلام ده، هيسكت. لانه مش هقول له مثلا جايبها من جوجل، مش هقول له جايبها من اليوتيوب، انا جايبها من كلام علمي. تمام. طب ده كده الموقع ده. طب افرض بقى انا دورت، يعني مثلا انا بدور اهو، انا مثلا يا سيدي عايز اشوف ار او في موديل، عايز اشوف اي احسن موديل انا اختاره. تمام، فمثلا يا سيدي الموديل اهي ديزاين، عايز اعمل ديزاين جديد للار في. فبص يا سيدي ادي الموديل، ادي ديزاين مش عارف ايه. طب هنا 3600 مقالة. طب انا مش مبسوط، انا ملقتش اللي انا عايزه برضه. هروح لموقع تاني جوجل سكولر. طب جوجل سكولر بيعمل ايه؟ بيجيب لي كل المقالات العلمية اللي نزلت على الموضوع ده. بس المقالات ديت، معلش شربت مية باردة من ساعة فصوت رايح. بس المقالات ديت مش لازم تكون بنفس الثقة والجودة بتاعت دي بتاعت ساينس دايركت، أقل منها شوية أغلبهم يعني. طب ليه؟ لأن هو بيجيب لي من كل المقالات اللي نزلت، ومع ذلك مهما كانت فهي أحسن من اليوتيوب وجوجل والكلام ده، وممكن تستخدمها في ريسيرش. أنا بس بتكلم إن ديت بتبقى أعلى حاجة، ده أحسن حاجة. ايه احسن حاجة؟ جوجل سكولر ده. طب ليه؟ بيجي له مقالات من كل حتة. يعني مثلا تعالى مثلا، والله يا سيدي بيقول لي مثلا اول واحد ده مثلا ديزاين مش عارف وسيموليشن مش عارف ده ايه. بص ده والله جايب انا ممكن احمله كويس. في حاجات بتبقى مجان، هخش على موقع تاني ممكن الاقيه بيقول لي لا ما ينفعش الموقع ده اهو. بص تعالى احمل، فاضي يحمل، بيقول لي اعمل ساين ان. وحتى لو عملت ساين ان، لو عملت ساين ان بيبقى 15 دولار، لو
هما لو انا مش ممبر بيبقى $33، تمام. ده الساين ان نفسه اصلا بفلوس عشان تبقوا عارفين في الموقع ده، يعني المقالة ديت عشان اشتريها اكتر من 500 جنيه، 600 جنيه، تمام. طب انا عايز اقراها، استفيد اعمل ايه؟ تعالى بقى اقول ده بتاعتنا مش عاملين لها اكسس ليها دي. تعالى بقى تاني حاجة دي بقى البايراسي، يعني من الاخر دي حاجة illegal بس بيجيب لك المقالة يعني، فاحنا لازم نتصرف. انا والله اخد اسم المقالة واكتبها هنا، رحت على المقالة اهي خدتها كوبي ودخلت هنا في الموقع ده اسمه سكاي هاب، لو كتبت على جوجل هكتب سكاي هاب وكتبت اسمها اعمل اوبن. طالما الست دي كده بتقول لك الله ينور انت كده ايه جبت المقالة دي، اقعد اقرا فيها واتعلم منها. بص والله ده عامل عن البوكت بتاع الار في، مش عارف ايه الكلام ده، مش بس الار في، انت بتتكلم في مشروع التخرج، بتتكلم مش بس في ميكانيكا، في كهرباء كمان، بتتكلم في كل حاجة. انت اي حاجة، انا عندي واحد صاحبي اصلا كان بيدرس اللي هو اللي اسمه ايه ده فيزيوثيرابي دي اللي هي العلاج الطبيعي، وكان بيعمل برضه كبير عن الباك بين ومش عارف ايه. فدخلت دورت، مش بس انجينيرنج يعني، ده في كل موضوع بتلاقي عنه كتير جدا. فانت اي حاجة هتدور عليها هتلاقي عنها معلومات، ومعلومات جاية من الاصل مش اي حاجة. حاجة أخيرة بس عايز أقولها هي موضوع السيتيشن. إيه السيتيشن دوت؟ إن أنت بص المقالة ديت استخدمت كام مرة، يعني إيه؟ استنى كده، السيتيشن دي يعني كام مرة بعد ما دي نزلت الناس اتكلموا عنها، الناس قالوا دي مقالة كويسة جدا واستخدموها. هنا مثلا صفر، دي أصلا لسه هتنزل السنة الجاية، ده كلام منطقي. دي بعد سنتين لسه منزلتش اصلا. طب تعالى كده، ده صفر صفر، حاجات كلها جديده، الكلام ده كله جديد لسه نازل، فملحقش حد يقراه ويستخدمه في المقالات بتاعته. انا ممكن اجيب حاجه مثلا قديمه شويه، تعالى مثلا ايه، حاجه مثلا 2010 2015 مش عارف ايه، هنشوف كده. بص دي 25 مرة استخدمت، تبقى دي مقالة كويسة. ليه؟ لأنها هي قديمة شوية بس استخدمت كتير، فدي ميزة. أنا بقولها لكم مش دي مش الأر في بس، لمشروع التخرج يعني، تبقى عارف إن دي تتميز عن مقالة تانية صفر مثلا، وبتاخد بالك من تاريخ نزولها إمتى. كل اللي تعمله عندنا في يعني السنة دي أو السنة الجاية أو كده، يعني لو الناس بس كل اللي عملته إنها دخلت شافت أجدد حاجة، يعني أخش أكتب هنا 22 مثلا وشوف ايه اجدد مقالات عن الموضوع اللي انا عايزه، انت كده بتشوف اجدد حاجه مبنيه على علم مش عارف ايه. انا شايف الموضوع ده كده، يعني شايف ان دي حاجه ممكن تفتح باب حلو قوي لينا في التيم، ان الكلام بتاعنا يبقى كله كلام موثوق وكلام اجدد حاجه. بص يعني حاجات بتلاقيها ده لسه ما نزلتش، لسه العلم حاجه جديده خالص، انت اجدد واحد فيها، بتاع بره ما بيتميزش عنك في حاجه، هو زي ما بيقراها انت بتقراها، بالعكس انت ليك اكسس عليها، هو ممكن ما يكونش ليه اكسس، ممكن يكون محتاج يدفع $40 عشان يقرا حاجه واحده من دول، انت بتاخدها بالمجان. فاتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب دي كده كل حاجه، اتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا. انا مثلا هنا مثلا بص لقيت مقاله بتتكلم عن الاستابيليتي والدراج فورس بتاعت الار في، يبقى انا ما بقتش شغال بالحب يعني، انا لا، انا الكلام ده كله جايبه عن كلام علمي. الدكتور بيقول لي والله الكوفيشنت اوف دراج درسته لكذا وكذا وكذا طلع لي بايه. لقيت مقاله هنا مثلا بتتكلم عن الـ التيزر، ايه احسن حاجه للتيزر، ايه احسن ماتيريال، ايه احسن تول، ايه احسن مش عارف، حاجات كتيره جدا. الدكتور هنا مثلا بيقارني ما بين 3 انواع ار في، بيقول لي يعني احسن واحده فيهم واحسن في ايه. كلام متنقل من مجرد بالحب لحاجه مدروسه وحاجه يعني عاليه جدا. أتمنى أكون في الكورة شوية، والتوفيق إن شاء الله في الأروي في مشروع التخرج، ويلا سلام.